نعم، ربنا جل وعلا يقول: ولا تقربوا الفواحش، وقال في آية أخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول أهل العلم منهم ما ذكر الآن الشيخ صالح الفوزان هنا أن الله عز وجل لم يقل لا تفعلوا الفواحش، ولم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، فهذا نهي عن الفعل وزيادة، يعني نهي عن كل ما يؤدي إلى الفاحشة، يؤدي إلى الزنا. فالزنا محرم لذاته، وفي وسائل حرمت لأنها وسيلة إلى المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد حرام فالوسيلة إليه حرام، المقصد واجب فالوسيلة إليه واجب، المقصد مستحب فالوسيلة إليه مستحب. الوسائل لها أحكام المقاصد. ففعل الفاحشة وفعل الزنا هذا محرم، كذلك حرم الله جل وعلا كل وسيلة تؤدي إلى الفاحشة، تؤدي إلى الزنا، فهذا أبلغ، لأن الشيطان له خطوات. قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيخطب الإنسان خطوة خطوة حتى يقع في الفاحشة الكبرى، عاذ الله وإياكم منها. فلذلك جاء هذا الإسلام العظيم لحفظ الأعراض، فتجد نهى عن كل الوسائل التي قد تؤدي، شوف قد تؤدي إلى الفاحشة. فمثلا تحريم سفر المرأة من غير محرم، يعني هل على كل حال سافر غير محرم ستفعل فاحشة؟ الجواب لا، ليس بالضرورة، ولكن هذه وسيلة لأن يطمع بها، هذه وسيلة لأن يغريها أحد، هذه وسيلة لأن يخدعها أحد ما معها محرم. فلما كانت وسيلة إلى شيء لا تحمد عقباه حرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة من غير محرم. كذلك مثلا نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، يعني بعض الناس من المعاصرين يقول: أنتم قلوبكم مريضة، يعني بس فقط صافحت امرأة معناه أني طمعان فيها راح أفعل؟ يعني نقول لا، أنت ما تفعل يفعل غيرك، وأنت اليوم ما تفعل يمكن تفعل بالمستقبل، أنت ما تتأثر يمكن هي تتأثر، أنت الآن ما تتأثر يمكن الشيطان يزين لك العمل فتتأثر. فالشارع الشرع الحكيم منع كل الوسائل، فلا يجوز المرأة أن تخضع بالقول، ولا أن تلبس خلخال فتضرب بها حتى تبدي زينتها، ولا أن تسافر غير محرم، ولا أن تتكلم بالفواحش، ولا أن تنظر إلى ما حرم الله، وهذا محرم على الرجال والنساء، وأشياء كثيرة هي إنما حرمت لأنها وسائل إلى المحرم، والوسائل لأحكام المقاصد. فإذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تفعل الفواحش، وقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، لأن هذا نهي عن ماذا؟ عن الفاحشة وعن كل وسيلة تؤدي للفاحشة. ومن الوسائل ما جاء النص في تحريمها، ومن الوسائل حتى لو لم يأتي نص لكن بما أنها وسيلة فإذا تجتنب حتى لا تقع في الفاحشة.